ونختم جولتنا في مقطارات الأعمدة والمقالات من أخيرة صحيفة الأخبار، ونقف مع زاوية نقاط وحروف للكاتب النور أحمد النور، والتي جاءت بعنوان الخرطوم وبكين أكثر من سؤال. يفترع النور هذه الزاوية قائلا: وقع السودان والصين في سبتمبر 2015 على اتفاق للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ولكن ظلت هذه الاتفاقيات حبرا على ورق رغم الخطاب الإعلامي والسياسي السوداني المتفائل بتحقيق تقدم كبير في العلاقات التجارية والاقتصادية مع بكين، التي أوقفت تقديم القروض للسودان لعدم موافقتها على ضمانات مربعات الذهب بدلا عن النفط الذي ذهب جنوبا بعد الانفصال. ويشير النور إلى أن الصين رهنت منح أي تمويل أو قروض جديدة للسودان بتسديد الديون، وهو أمر لا يمكن أن تلام عليه، لكن أخلاقيا كان ينبغي أن تقف بكين إلى جانب الخرطوم التي فتحت لها الطريقة للتوغل في القارة السمراء. ويلفت الكاتب إلى أنه بعد نحو 6 سنوات من برود العلاقات الاقتصادية، منح الرئيس الصيني 400 مليون و200 يوان للسودان كمنحة، وهو مبلغ متواضع، ولكنه إشارة لتجاوز بكين لمشكلة الديون وإعادة جدولتها. ويبدو أن ما فتح شهية الصين في السودان هو النفط أكثر من غيره. ويختم النور هذه الزاوية قائلا: أعتقد أن الحكومة ستقع في خطأ الاستراتيجيين لو وضعت كل البيض في سلة الصين، فالتقانة الصينية أقل كفاءة من الغربية في زيادة الإنتاج، كما أنه ليس من الحكمة منحها مربعات منتجة استعادها السودان، والعمل بنسب القسمة القديمة. عودوا إلى الصين، ولكن انفتحوا على آخرين أكثر خبرة وتقدما ومرونة في الاستثمار النفطي.